السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الحمد لله شباب، زي ما عدناكم ان اول ما الصفحه ترجع نعمل فيديو نقول فيه ان الصفحه رجعت. احنا انا مش واخد عن الفيديوهات والكلام ده، وما بحبش الميديا والحاجات دي، بس كان لازم عشان نثبت انها رجعت ان احنا نعمل فيديو ثاني ان رجعت. هو بس ربنا كان عايز يورينا ان احنا قد كده، ممكن اصغر من كده كمان، ف عشان كل واحد شايف في نفسه العظمة أو شايف في نفسه إن هو عمل حاجة أو بيعمل حاجة، ربنا بيقول له بس أنت مفيش، كل حاجة بمشيئة. الحمد لله نكمل صورتنا، نكمل بقى خلاص صورتنا الحمد لله، مفيش مشاكل. الجني بيشتغل يوم 25، بنأكد على إن صورتنا صورة سلمية، بنأكد على إننا ماشيين في طريق اللي بدأناه منه 25 يناير 2011. محناش بتوع تخريب، محناش بتوع حرق، محناش بتوع تدمير. دي بلدنا بنخاف عليها زي ما اي حد بيخاف عليها، بس كل واحد بيخاف عليها بطريقته. عايز اشكر كل الناس اللي وقفت جنبنا لما الصفحه ضاعت، واشكر كل بالذات اصحاب الصفحات اللي وقفت معانا وطلبوا مننا حتى ان احنا ندخل معاهم صفحاتهم قداما عشان نشتغل الشغل اللي كنا بنعمله على الصفحه. وبشكر الناس اللي نشرت الصفحه البديله وتحركت معانا. بشكر الناس اللي ساعدتنا عشان نرجع الصفحه. عايزه كمان اول حاجه مهمه جدا، ناس كتير حاولت توقع ما بين ادامن وايمن القاضي وهو اللي خد الصفحه. على ايمن القاضي ده اخويا، ايمن القاضي ده اخويا، كل الادامن اللي معانا ناس ثقات، مفيش بينا الكلام دوت. ايمن القاضي ما مواش معرفه يوم ولا اثنين، لما بدانا الصفحه بدانا مع بعض، كل الادامن موجوده والحمد لله كلنا بنحب بعض يعني. فالحمد لله ونكمل بقى طريقنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.